في سابقة سياسية من نوعها، الصحراء المغربية توحد اليمين واليسار الفرنسيين. كيف ذلك؟ هذه أسباب النزول. عشية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعاقلته بريجيت مانويل ماكرون إلى المغرب، طالبت زعيمة اليمين الفرنسي السيدة مارين لوبين من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا التحلي بالجرأة في نقاشاته وحواراته مع الطرف الحقيقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، انطلاقا من رواية الجزائر التي تدعي أنها ليست طرفا أساسيا في النزاع. ومن أجل أن تتضح الرؤية، هل الجزائر التي تدعي أنها ليست طرفا في النزاع وفي الوقت نفسه تقوم بسحب السفراء وتستدعي الوزراء من أجل أن تقول أنها بريئة وليست طرفا أساسيا في هذا النزاع؟ وتساءلت سيدة مارين لوبين، هل سبق لستيفان دي مستورا أن استدعى أو وجه استفسارا إلى المسؤولين في الجزائر عن سبب سحبهم لسفراء الجزائر في الدول التي تعلن اعترافها بمغربية الصحراء أو التي دشنت قنصلية في الجنوب المغربي؟ وأضافت أن حديث دي مستورا حول التقسيم يؤكد مما لا يدع مجالا للشك أنه لم يتعرف بعد على أطراف النزاع الحقيقية، وبالتالي لا يمكن أن يعطي نفسا للعملية السياسية والدبلوماسية التي تجريها الأمم المتحدة لطي الملف نهائيا. ومعلوم أن الرئيس الفرنسي يقوم بزيارة للمغرب، زيارة رسمية ستتم 3 أيام رفقة عاقلته ووفد هام غير مسبوق. ومن المعلوم أيضا أن هذه الزيارة سيرافقها توقيع اتفاقيات ذات طابع اقتصادي وسياسي، ويتوقع المتفائلون أن يقدم الرئيس الفرنسي خطابا من البرلمان المغربي وأن يعطي أوامره بافتتاح معهد للثقافة الفرنسية وقنصلية فرنسية أيضا في إحدى مدن الجنوب المغربي. طيب، هذا من جانب. من جانب آخر، الإعلام الجزائري بلع لسانه إزاء حدثين هامين. أولا، قرار الإكوادور بتعليق اعترافها بجمهورية الوهم، وكانت الإكوادور قد قررت تعليق اعترافها بجمهورية قصر المرادية التي كانت قد اعترفت بها سنة 1983 وفتحت لها سفارة سنة 2009. أبلغت الخارجية ديال الإكوادور، وأبلغت وزيرة خارجية الإكوادور السيدة جابرييلا سومرفيلد خلال مباحثات هاتفية، أبلغت نظيرها المغربي نصر بوريطة بهذا القرار، وأيضا برسالة الإخطار التي بعثت بها إلى ما يسمى بتمثيلية الانفصاليين في كيتو. وكيندرج قرار الإكوادور في إطار استمرار الإنجازات اللي حققتها الدبلوماسية المغربية في إطار أولا تكريس مخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد وكتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف الجزائري، طبعا الطرف الأساسي في هذه المعادلة.